وللمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، كيف ترى مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية المالية العالمية لوضع ميثاق للتمويل العالمي الجديد، خاصة أن يكون أكثر شمولية وأن يكون يساعد الدول الأضعف بسبب الفقر وتغير المناخ؟ يعني حضرتك خليني أشير بداية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مشاركة سيادته في كافة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات الدولية، سيادته بيكون حريص على الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية والدول النامية. وإحنا نتذكر خلال مشاركة سيادته في هذه الفعاليات مثل قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة ومجموعة الـ20 ومنتدى الصين إفريقيا واليابان إفريقيا، كان بيطالب مؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم التسهيلات اللازمة للدول النامية والدول الإفريقية لمساعدتها في المشروعات التنموية ومساعدتها في جدولة الديون. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالدفاع عن مصالح إفريقيا والدول النامية، وعرض تشخيص حقيقي ودقيق لمشاكل النظام المالي العالمي. ومن هنا السيد الرئيس كان حريص على الإشارة إلى نقاط في منتهى الأهمية من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي. في مقدمة هذه النقاط واللي هي بتمثل طلبات للقارة الإفريقية والدول النامية، إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. إحنا كلنا عارفين إن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة اللي أنشأها صندوق النقد الدولي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا للوزن الاقتصادي لهذه الدول في النظام العالمي. وبالتالي الدول الغنية بتستحوذ على معظم حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، والدول الأقل دخلا والدول النامية والإفريقية بتستحوذ أو بتأخذ فقط حوالي 5% من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ومن هنا جاءت مطالبة السيد الرئيس بضرورة إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أهمية تطوير السياسات والممارسات الخاصة لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض ومساعدة الدول النامية والدول الإفريقية. السيد الرئيس أكد على نقطة في منتهى الأهمية، وهي ضرورة ودعوة مؤسسات التمويل الدولية إلى اتخاذ قرارات سريعة تحول دون الوصول إلى أزمة ديون كبرى. احنا عارفين كلنا طبعا يعني مطالبة السيد الرئيس بهذا الموقف بيأتي انطلاقا من أن خدمة الديون في دول الجنوب اليوم بلغت أعلى معدلات لها منذ نهاية التسعينات، وحيث وصلت إلى 93% في الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية. وأصبحت هذه الدول النامية والدول الإفريقية بتعاني من أنها لابد أن تقوم بتسديد الديون للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالي لا تستطيع هذه الدول الاستثمار في الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية. السيد الرئيس كان حريص أيضا على الإشارة إلى أن توفر التمويل عنصر أساسي لمواجهة آثار التغير المناخي وضرورة ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس. وهنا السيد الرئيس أشار إلى أن القارة الإفريقية بتعاني من آثار التغير المناخي، على الرغم من أن القارة الإفريقية ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة. السيد الرئيس أكد أيضا على نقطة في منتهى الأهمية. السيد الرئيس أشار إلى أن الأزمات الدولية وخاصة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلها على دول العالم، ولكن اللي عانت أكبر معاناة والعبء الأكبر وقع عليها كانت الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة. وهنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي بضرورة التكاتف لتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف.
صحيح. لكن حضرتك خليني أشير إلى أن السيد الرئيس كلمة سيادته اليوم أمام هذا المؤتمر كانت عبارة عن طرح مطالب وحقوق ودعوات القارة الإفريقية والدول النامية من أجل إصلاح المؤسسات التمويل الدولية وتطوير الآليات المالية القائمة في هذه المؤسسات. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق.